في أي سياق يأتي موقف حكومة كوسوفو فتح سفارة في القدس المحتلة؟ نعم، هناك سياق الحكومة الماضية للولايات المتحدة التي كانت يرأسها دونالد ترامب. هناك لقاء خاص كان مع الحكومة ومع رئيس الحكومة الكوسوفية عبد الله هوتي في بيت الأبيض، وهناك أيضا تم اللقاء بين الوفد الكوسوفي ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، حيث اتفقوا هناك لفتح السفارة الكوسوفية في القدس المحتلة. وهذا السياق كان من الحكومة الماضية التي تعتبر الآن فاشلة في الانتخابات الحالية التي أجريت في 14 فبراير، حيث خسرت الانتخابات الماضية ثلاثة الأحزاب الكبيرة في كوسوفا. نعم. فازت في هذه الانتخابات حركة إقرار المصير التي يرأسها ألبين كورتي، وهي فازت أكثر من 50% من الانتخابات الكوسوفية، ويعتبر أكبر فوز من بعد الحرب الكوسوفي من سنة 99.